حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. مش هتصحى ولا ايه؟ الساعة بعد 11. أنا عايز أفطر. صباح الخير. طيب أنت مش عايزة تصحي؟ ماشي ماشي، متشكر يا أمينة. سليم شكر. سليم متشكر. ما رحتش تفطر برا يعني؟ كشمتلك فنطيتي من السرير في ثانية. على فكرة لا، أنا كنت رايحة الحمام وداخلة أنام عادي جدا. رايحة الحمام في الكلينة؟ بلدي جدا. أوي فعلا. إيه رأيك؟ أنا جعانة أوي. أنت اللي عملت كل ده؟ لا، فكرتي. أنا قلت برضه. طب أحط لك إيه؟ أنا اللي هحط لك. ماشي. هو احنا مش هنتكلم عن المفاجأة بتاعت امبارح ولا ايه؟ ايه؟ انت نسيت؟ عمر، لو في موضوع ممكن نتكلم فيه يبقى موضوع شهد. من رأيي ما تفتحيش معاها الموضوع ده خالص. أنا شايف إنها أكتر واحدة اتفاجئت باللي حصل امبارح. مبقتش فاهمة حاجة أصلاً. ده إيه ده؟ ده فويس نوت بايس. مين السخيف اللي بيبعت لك فويس نوت دلوقتي؟ هشام. طيب
ما عملتش بيض ليه؟ المرة الجاية. بعد كده بقى تبقى تصدقني. أنا قلت لك هنا وما قلت لي إنها عزمتك، الموضوع ده تتبيس. يا ابني بقى بطل هري. يعني أنت كنت عارف يعني إن هي أختها؟ بصراحة لأ. بس يعني كنت حاسس إن في حاجة مش تمام. يعني أنت تعرفها بقالك قد إيه أصلاً عشان تعزمك على فرح أختها؟ اللي هي بالصدفة تطلع أمينة اللي بتتجوز سليم محمود. طب هو أنت إزاي عمرك سمعت عن أخت أمينة دي قبل كده؟ يا ابني هما نفسهم أصلاً شكلهم سامعين عنها قريب بس. دي أختها إزاي؟ ما تقوليش دخلت عليك يا عمر. ما هو شاهد دي لو كانت عارفه بتشتغلني تبقى عائله مساكبه. انا فكرت فيها برضه زي ما انت فكرت كده، بس لما شفتها بتتحايل عليا وشكلها مش فاهم حاجه خالص قلت لا غلبانه مش فاهم حاجه. المهم انت الحمد لله انك انت عرفت عشان تعرف ان تقليل الضمير اللي انت كنت فيه ده ملوش اي لازمه، ولا انت لا ظالمها ولا حاجه. تفتكر؟ اكيد يا عمر، يعني انت ظلمتها فانت رايح متجوزه واحد لسه متعرفش عليها. أنا اعتبرت الكلام اللي قلتيه يوم الفرح هزار باخ، بس واضح إن البواخة مكملة معاكي. أكيد كان هزار باخ طبعاً يا عريس، بس الأبوخ مش هزار. مش هزار؟ أمال إيه؟ هي كانت عملتك ولا عملت حد تاني يا سليم؟ والله أنت القدر، يعني أنت الوحيدة اللي تقدري تجاوبي على السؤال ده. أنا مش عايز أصدمك. لا، لو مستوى الحوار هيوصل بينا للرخص ده يبقى لا تظلمني ولا اظلمك. قضايا الدي ان ايه موجوده في كل حته. دي ان ايه؟ انت عايزه تدبسيني بالعافيه. ادبسك؟ انا لو عايزه ادبسك على فكره ما كنتش قلت لك اول لما عرفت كنت جيت لك بابنك بعد ما خلفته. انا لو عايزه ادبسك ما كنتش فضلت اتصل بيك وانت ما بتردش عليا، وعلى فكره هو ده اللي خلاني اجي الفرح، هو ده اللي خلاني احطك قدام الامر الواقع. مين عارف؟ مش يمكن لو كنت رديت عليا كان بقى فرحنا. فرحنا؟ يعني انت متخيله حتى لو انا كنت عارف ان انت حامل ان انا هتجوزك فوقي يا دنيا فوقي؟ عايزه ايه بالظبط؟ هكون عايزه ايه؟ عايزه حملي وخلفتي منك يبقوا شرعيين. ده عشان انا هسمح بموضوع الخلفه. ليه؟ هتبعت لي بلطجيه يضربوني ويكسروني ولا يسقطوني؟ هاتي من الاخر، انت عايزه ايه؟ عايزه احل الموضوع ده قبل ما بطني تكبر وحملي يبان. بصي بقى عشان ما نضيعش وقت بعض، الخلفة دي مش هتحصل. يعني انت برضه مصر ما تحلش الموضوع؟ ما احنا ممكن نتفق، ممكن نوصل لاتفاق تعتبريه اعتذار، ممكن يكون تأمين لحياتك، مش هتحتاجي تشتغلي تاني بعد كده، بس بشرط تتخلصي من الحمل ده فورا. وحشني حضني. انت اكتر، انت اكتر. وانت اصلا وحشني صوتك يا كلبة. خليني معاك، هاخدك معايا. حاضر. وحشتيني. زياد المجرم ده وحشني قوي، ما جبتيهوش معاكي المدرسة بقى؟ ده انا كنت هجيب لك معايا كحك القرشين الجداد كده، بس خفت بقى ان غلبان جوزك يفتكر ان العيد قرب. اه بقى انت هتفضحينا فعلا. احكي لي هو فين؟ ده هو خرج خساره، كان عنده ميعاد دكتور وما كانش قادر يلغيه. معلش حمكت ان هو يمشي كده اهوت، انا كان نفسي اقعد معاه. انا برضه اللي بلدي مرحبا كده. انت بقى حبيبتي، هو بيقول ان هو رايح للدكتور ومش رحله صيد. زوزو ما جاتش ليه؟ زوزو ما جاتش ليه؟ دي وحشاني قوي. ايه بقى قالت ان هي ايه، ما تبقاش عزوز زينا كده ان شاء الله. فحوالي اسبوعين وهجي لك. حلو، بتفهم. ايه ده ماينا، هو احنا عزوم ولا حاجه؟ لا ابدا يا ساروره، طبعا لا يمكن ولا يمكن. احكوا لي على كل حاجه في البيت، احكوا لي ايه اللي حصل. انا طول عمري بسمع عن خدم والحشم في الافلام، بس اول مره اشوفهم. اتنيل يا محتسه. هتقعد معاك على طول ولا ايه؟ لا لا لا، هم اول كام يوم بس لحد ما افهم بس موضوع سليم بيمشي ازاي، لان طبعا احنا لسه مش عارفين نتعامل.
احكي لي. لا ده انا هحكي لكم على كل حاجه وانتوا هتحكوا لي على كل حاجه حصلت في العماره دي من اول ما مشيت. بس شهد ما جاتش ليه؟ البتيفور. البتيفور. حاضر. انا عايزه شوكولا. انت عايزه شوكولا يا نتا؟ انا عايزه موكا. حاضر. انت عايزه موكا؟ مفيش موكا. خدم والحشم. خدم والحشم ايه؟ عمرك دخلتي بيته لقيتي فيه موكا؟ ايوه بيتي يا بنتي. يا ساره كفايه بقى، كفايه ابوس ايدك. احنا بيني اتكسحت ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا ماما. هاتي تعالي يا اختي قومي فزي، خدي مني الصينيه وانت قاعده كده مالكيش لازمه. امسكي امسكي. يا ظهري. رجلي ورمه تنقح عليا خالص. مش عارفه ليه؟ عارفه يا اختي عارفه. بصلي في شويه الراس اللي رقصتهم فرحانه. ده فرح الغاليه، فرح امينه. على فكره بتسلم عليكي وبتقول لك تروحي تتغدي معاها وهي اللي هتبقى طبخالك. يا رب يا رب تفرح قلبها وتسعدها. يا رب يا رب يا رب. بقول لك ايه، ما اطلبي عدل كده وقولي له ماما رجليها ورمه، يكتب لي اي حاجه عشان تريحني من الالم ده. ما تطلبي انت الدكتور يا ماما. دي هو عادل ده دكتور بيطري ولا ايه؟ كلميه قولي له ماما تعبانه، يكتب لي مسكن. كلي ما بيردش. انا عليا، انا عليا وعلى بختي. يلا يا ماما حسبي اللي بتاكليه دوت مش كويس علشانك. بقولك ايه، رجلي وظهري اللي وجعني مش سناني. يا ساتر يا رب، ربنا ما يجعل لي جار ولي حنين بصه في كل حاجه. يا ساتر. بص يا زوزو دي كمان. يا رجلي. يا صباح العسل، يا صباح الجمال، ويا صباح الألم. ده ايه الكلام الحلو ده؟ بدور اهو. ما مش معقول يعني اكون نسيته في العربيه ابدا. لا واضح ان انا نسيته عند الراجل يا ماما. معلش يا حبيبتي هشتري لك واحد تاني واقول لعز بقى يطلعه لي. سوري يا ماما. يلا حبيبتي. اهلا 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 حبيب ماما. حبيب ماما وحشتني وحشتني. اخبارك ايه؟ الحمد لله. هترجعي امتى؟ خلاص بك. ازيك يا شريف؟ اهلا. شكل الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ موضوع ايه اللي بجد؟ زياد قال انك رجعت مضيفة، قلت الموضوع اكيد اشتغال. هو زياد اشتغلك ليه؟ لا مش هو. كان نفسي ارغي معاك جدا. يلا يا زوزي. يلا حبيبي اربط سيت تاني. بس اصل انا عندي رحله، انت عارف بقى مواعيد الرحلات. حاسب ايدك زوزي. بس والله فاجئتيني، برافو عليك. حقيقي انا مبسوطه قوي ان انا فاجئتك، ومبسوطه ان انا عمرت في شغل. مش انت كنت مراهن ان انا مش ممكن اعمر في شغلانه؟ انت هتوقفي لي على الكلام ولا ايه؟ انا ما يفرقش معايا الشغل ولا طول ما انت واخده بالك من زياد. لا ما تقلقش، انا طول الوقت هبقى واخده بالي من زياد. انا اعرف كذا حد كابتنز في شركه عندكم، زمايله ده. بجد؟ هتوصي عليا؟ اهو ممكن يظبطوا لك مواعيد الرحلات ولا حاجه لو الولد عنده امتحانات. الولد كبر وقدر يذاكر لوحده، وحتى انا لو مش موجود بابا وماما موجودين وامينه كمان موجوده. شغله مش هيخلي الولد يسند ولا يبوظ، شغلي هيخليه فخور بيا.
مبسوط بأمه. مش انت كان يفرق معاك برضو ان الولد يبقى فخور بأمه زي ما هو فخور بأبوه ولا ايه يا شريف؟ صح؟ مبسوطة اني شفتك يا شريف. طيب يا زياد. مساء الخير يا عم. ازيك يا شحت؟ كنت في الشغل؟ لا كنت مع البنات. ايه مالك؟ بصراحة متضايقة قوي من الموقف المحرج اللي أنا اتعرضت له ده. موقف ايه؟ وانت كنت عندهم في البيت؟ لا ما كنتش عندهم في البيت، أنا قصدي يعني الموقف بتاع عمر. صدفة غريبة. أنا مش عارفة ازاي ده حصل، والله ما كنت أعرف. أنا أصلاً عمري ما فكر إن أنا أبص لحاجة كانت بتاعة أختي. قولي لي يا شاهد، هي نادية كانت معاكم؟ لا ما كانتش معانا. طيب انا هخش اريح شوية. حبيبتي يا نادية، طول السنين دي وانت كاتمة جواكي انا بكتشف ان جواكي اسرار كتير قوي، وكل سر أكبر من التاني. لو كنت أعرف كل ده من زمان ما كنتش وافقت أبدا إنك تتجوزي نبيل. كانش هيكون عندنا البنات يا ماما. ربنا إن شاء الله هيعوضك عمرك اللي راح بفرحتك بيهم يا حبيبتي. وانا اللي كنت بقول ده بيعاملك بجفاء وبرود. انت يا حبيبي اتقطع من جوه. ما كنتش متخيله ابدا الموضوع ده ممكن يتفتح من اول وجديد. انا طول الوقت كنت بخاف من الموضوع ده. لولا مرض امينه. سبحان الله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المهم ناويين تعملوا ايه؟ في ايه يا ماما؟ انا قلت لك عمري ما كنت اتخيل الموضوع دوت ممكن يتفتح تاني. بس اقول لك الحق، حاسه زي ما اكون رجعت عيل صغير. وانا طول الفتره اللي فاتت دي وانا متقرطصه رايحة للكوافير وجاية من الكوافير، رايحة للكوافير وجاية من الكوافير. منك يا بنت زوزو. ربنا يسعدك يا رب. خليكي ليا يا رب. يلا يا حبيبي هنتأخر على جلستك. خلينا هنا النهارده. هنا ازاي يعني؟ لا انت كده بتتدلع على فكرة، احنا بقالنا كام يوم ما بنروحش. هو في عروسة تنزل تاني يوم فرحها تروح المستشفى عشان تحضر جلسة علاج طبيعي. وهو عدى أسبوع على الفرح أهو يا سيدي. أسبوع؟ أمال شهر العسل راح فين؟ لا شهر العسل موجود، وأنت فاكرني هفرط في حقي؟ لا لا هنسافر، وهنسافر شهرين ثلاثة مش شهر، بس لما تخف. فيلا بينا بقى نكمل رغي في العربية. ده أنت أخلص من الممرض اللي كان تابعني، أنا هكلم هنية ترجعه. والله؟ طب خلي هنية بقى والممرض ينفعوك. لا لا لا. وانا اقدر استغنى عن العسل؟ ايوه كده اظبط. ماشي. وراسي والف سيف ان هو ينزل، ما اقولش راكب بجوزب على راكب. مالك يا ساره هتموتيني. قاعد يقول لنا كده هتموتوني، قلبي مشيتي ابتدي الطياره هتقع بينا. كل مره بتتكلم معاها مستحيل تشيلك من 3 4 كده. حرام عليك. زمان نايم لحد دلوقتي. على فكرة سارة انت بتضحكيني قوي، انت لازم تمثلي بجد. نبقى انا خسارة. عارف
انا لو في كاميرا اتطلقت كده علشان تسجل كل المواقف الكوميديه بتاعتي والله العظيم اعمل اجدعها برنامج كوميدي. بس هطلع حلو يا ستي والله، ولا فضيحه ولا حاجه. طب اقول لك، انا اول واحد من جمهورك اهو، شايف يعني النبي محظوظ قوي عشان عنده ماما دمها خفيفه ولذيذه كده وكده. انا رغاية قوي، انت ما قلتش كلمتين على بعض. ستي مش مشكله اقول، بس على فكره انا كمان رغاية قوي. عارفه ساره، كل مره بنزل معاكي فيها ببقى مبسوط قوي انا في سنة. يعني حتى لو تقول اي كلام. في اي كلام دي؟ لا مش قصدي والله، انا قصدي يعني بتبقى على طبيعتك كده. وانت عارفه يعني بحكم شغلي اغلب الكلاينتس اللي بتعامل معاهم شغل طبيعتهم كده. بس عارفه انت حتى الكلام العادي خالص بيبقى طالع منك كده ومتحمسه وانت بتحكي، حتى لو بتحكي على طريقه تقشير البرتقال ده. يا سلام، وانت نازل معايا بقى علشان اعلمك طريقه تقشير البرتقال ده. حبيبي يا زوزي، ده زياد بقى بيعرف يقشر البرتقال لوحده. انت عارفه انك مش مضطره تجيبي سيره زياد لكل جمله بتقولها صح؟ اصل الموضوع كان هيوترني يا ساره كنت اتوترت من ساعه لما اتعرفت عليه في الفرح، وطالما انا مش متوتر فبلاش انت كمان تتوتر. انت عارف ان انت قلت تتوتري من توتر اكتر من ما انا جبت سيره زياد ابني في القعده دي؟ اه يعني انت واخد بالك؟ واخد. وترتني يا شيخ. عاش من شاف. وانت لسه هتقعدي؟ لا لا لا، يلا بينا عشان كلاس اليوجا اللي قلت لك عليه هيبتدي، هيعجبك قوي. طب انت تقعدي. بصراحه انا عايزه اقول لك كلمتين بقى محشورين في زوري. عارفاهم عارفاهم يا شاه، وعارفه ان انت مكسوفه ومش عارفه تتعاملي معايا خالص، تتهربي مني من يوم الفرح. ولو ما كنتش اصريتي ان انت تيجي النهارده ما كنتش جيتي غالبا. الصدفة خضتنا كلنا، وأنا مش عايزة أسألك أي حاجة وأي تفاصيل عن الموضوع. أنا مش عايزة أحرجك ومش عايزة أفكرك بيه. من غير ما تفكريني، هو قاعد قدامي في الشغل يعني، إحنا بنشتغل مع بعض. عمر بني آدم محترم، مش هيضايقك في الشغل. محترم إزاي يعني؟ البنات قالوا إن هو طلع ندل معاكي قوي، ما وقفش جنبك وأنتي تعبانة. هو خاف أكيد، ما قدرش يكمل. مش ندل يبقى جبان. والحمل كان تقيل برضه يا شهد فوق طاقته. لا ما صعبش عليكي قوي كده، ما انا نصيبي طلع فل الحمد لله في حته تانيه. عقبال نصيبك كده ان شاء الله. بس المره الجايه بقى هعمل لك ليست بالاسماء المحظوره كلها لحسن انت حظك غريب برضه يا شهد. حاجه غريبه قوي، ولا في الافلام. معلش، الفيلم الجاي أحلى إن شاء الله. مش عشان حاجة والله، بس عشان إحنا لازم نبقى مرتاحين مع بعض كلنا، عشان إحنا عيلة واحدة. يعني إحنا هنزور بعض كتير، هنتعزم عند بعض كتير، إن شاء الله عيالنا هيكبروا وهيتربوا سوا. كل ده مش هينفع يحصل لو في أي حساسية ما بيننا. أنا عمر ما يفرقش معايا في أي حاجة، بس اللي يفرق معايا إن إحنا نبقى مرتاحين. بس يعني مفيش حساسية بينك وبين عمر خلاص. لا ما أنا قلتلك هو ما يفرقش معايا في حاجة، بس أديكي شايفة يا شهد أهلي مش طايقينه. أنا وإنتي وهو عمرنا ما هنبقى قاعدين قاعدة طبيعية كده ونتعامل عادي. هو وسليم هيقدروا يتعاملوا إزاي؟ فكرتي في كل ده؟ وأنا صراحة عايزة علاقتي بيكي تبقى كويسة، ده اللي فارق معايا. وانتوا أصلا علاقتكوا كانت في الأول، زي ما بيقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. لا بس كويس إنكوا اتكلمتوا على فكرة. آه هو الموضوع كان هيبوخ لو كان طول أكتر من كده. بعدين أنا في الفترة الجاية من حياتي عايزة كل حاجة تبقى واضحة كده، مش عايزة حاجة ملخبطة ولا حاجة رمادي. هي الزفت عالية، لحقت تنقل كل حاجتها دولابي، في إيه؟ وده طبعًا ينطبق على موضوع الشغل مش كده؟
انا مش عايزه اتكلم معاهم بره في موضوع الشغل لغايه اما ابقى متاكده انا عايزه اعمل ايه. ها طب يعني من رايي انك تمدي الاجازه شويه ولا ده قرار نهائي خلاص؟ والله شكله كده شبه نهائي يا ساره. خلاص انا عماله باجل في موضوع رجوعي للشغل ده شويه عشان اريح بعد العلاج، شويه عشان اطمن على سليم، شويه عشان الفرح، بس انا اكتشفت ان انا مش متحمسه قوي ان انا ارجع. بس انا بشتغل من ساعه ما اتخرجت. لا من ساعه ما اتخرجت ايه، انا بشتغل من وانا في الجامعه انت فاكره. مش حاسه ان انا عايزه اقعد الف في الساقيه دي دلوقتي. وبعدين هو في موضوع كده ابتدى يزن في دماغي، لو استسلمت للزن ده غالبا طاقتي كلها هحتاجها ومش عارفه اركز في شغل. ايه؟ لا ايه ومنك؟ لا من بعدين. ومنك. بعدين ما تزنيش، انا لازم اروح دلوقتي عشان سليم لوحده في البيت. قولي للمستفزه عاليه ترجع الجاكيت الاوف وايت اللي كمرته، ما تستعبطش. انهي واحد؟ انتوا بتهزروا. والله هيبقى حلو عليك. بقى ما اكيد طبعا هيبقى وبقى خلاص. هو ضيق شويه بس. ايه رايك في الروج؟ حال اداي. انت قمت ليه؟ لا بس كنت عايز اعمل شاي. طب ما تقول لي وانا اعمل لك شاي يا سليم. طب ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه، انا هعمل لك شاي. لا خلاص مش عايز، مش عايز. طيب مش عايز. يلا تعالى تعالى، مفيش حاجه، ما حصلش حاجه. ماشي يلا بينا. بابي حبيب بابي، الكابتن النهارده قال لي ان انا اشطر واحده في السيزون. بجد؟ رغم ان هي اشطر واحده فيهم. وسيف عزمنا بكره على عيد ميلاده في التجمع. سيف مش كده؟ مين سيف ده بقى يا ليلى؟ واحد صاحبي في السويمنج تيم. معلش بقى يا لولو بس انا مش فاضي بكره. مش مشكله، بس مامته بعتت لي اللوكيشن بتاع بيتهم، فانا ممكن اودي ليلى وارجعها عادي. بس الاول لازم نروح نجيب هديه مش كده؟ يلا روح السوق. انا عشان نروح نجيب الهدية مع بعض. طب ما اجي معاك. لولو؟ انا بقيت لولو؟ انت بقى وافقتي انها تروح لعيد ميلادها كده من نفسك؟ لا هي ست عزمتني وليلى كان شكلها متحمس فقلت مش مشكلة يعني. طب وافرضي ما اعرفهمش، ما بحبهمش، ما برتاح لهمش، ايه؟ ايوه ولاد معاها في التمرين فاحنا مش بنعرفهمش. احنا؟ مين احنا اللي نعرفه وما نعرفوش؟ انت بقى ايه حق بتدخلي نفسك في حاجه زي دي؟ ايوه يا حسن، ست عزمتني انا قلت اوكي عادي. وهي بتعزمك بتاع ايه؟ عشان كنت واقفه في التمرين. حسن خلاص انا اسفه، لما هي اللي تيجي نقول لها. لا مش هتقولي حاجه عاليه خلاص. انا عارف ان ليلى بقت بتحبك وده مش مضايقني على فكره، بس ده ما يديكيش الحق انك تتصرفي في اي حاجه تخصها. انا لها طريقه في تربيه بنتي. واحنا بقى بنعرف نشوف بقى مين الناس اللي احنا عايزين نقرب لهم ونعرفهم وما نعرفهمش والحاجات دي. ماشي، ما انا كمان ليا نظره في الناس الكويسه والناس اللي مش كويسه. اه طبعا ليكي نظره بأمارة طقم العيال الزباله اللي كنت مصاحباها. بصي يا عليا بس عشان نجيب نهايه الموضوع ده. انا ليلى بنتي خط احمر. فاللي يخصها انا بس اللي اقرر وانا بس اللي اقول. ماشي بس ليلى تخصنا احنا الاثنين يا حسن. انا ما بحبش الغباء يا عم. وانا ما بحبش طريقه الكلام دي يا حسن. يبقى تقطم. انا خلصت كلامي خلاص. خلصت. ماشي خلصنا فعلا. أنا شايف إن دي أخبار كويسة جدا.
انا كنت جايه ومحضره نفسي انك هتقولي مفيش فرصه ولا امل. هو طبعا النسبه اللي احنا بنتكلم فيها دي مش كبيره. ما اكيد 10% مش نسبه كبيره. مظبوط، عشان كده هنحدد ميعاد تاني نتكلم فيه عن الاختيارات اللي قدامنا دي، وهشرح لك المراحل اللي هتمشي عليها. تشرح لنا انا وجوزي بقى المره الجايه. انا جيت اول مره لوحدي بس عشان اعرف اذا كان في امل ولا لا. دكتور عادل فهمني على ظروف اللي حضرتك مريتي بيها. انا عايز تكوني متفائله، الموضوع ده في حد ذاته عايز شويه صبر وطوله بال. يعني هتحسي كده بشويه احباطات. عموما لما يجي جوزك هنتكلم في كل التفاصيل. لا لو على الصبر ما تقلقش، انا وجوزي عندنا منه فدادين. وهو كذلك. ايه الاخبار؟ يعني كل حاجه امان؟ طب كويس جدا، كويس جدا يا متر. خليك معاها لحد ما توصلها البيت وتطمن عليها. اكتب لها شيك، الفلوس في حسابك. ميرسي يا متر، ميرسي. لسه خافة، لسه ما خلصتش الفيلم. لا ما هو الفيلم ده وحش جدا اصلا، فلازم نتفرج على حاجه جديده انا وانت دلوقتي حالا. طب خلينا نكمل الفيلم ده وبعد كده نتفرج على فيلم تاني مع بعض. لا خلاص لا 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 سليم سليم. انا اسفه. تمام، مش هيبقى اكتر من الوجع اللي بحسه في جلسه العلاج الطبيعي. تمام. انا عارفه الاحساس ده على فكره، احساس الوجع والوحده في الوجع. يعني لما يبقى الناس اللي مهتمين بيك كلهم مش عارفين يحسوا بالوجع والاحباط والتعب اللي انت فيه. انا عارفه ده. انا لما كنت بتعالج كانوا بيقعدوا يسالوني هو انت كويسه؟ اقول لهم تمام. وانا كان هين عليا اصرخ اقول لهم لا انا مش كويسه، بطلوا تسالوني السؤال ده. انا بصراحه مستغرب، كنت فاكر ان انا جابت. لما الدكتور قال لي الموضوع هياخد 4 شهور قلت خلاص الموضوع هيبقى تمام. دلوقتي كل يوم اتقل من اللي قبل، والوقت ما بيعديش. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل ان احنا نبص على اللي عدى من 4 شهور مش على اللي فاضل، أو هنمشي يوم بيوم. مش دي نظريتك برضو؟ لو نمشي بخطوتي دي الموضوع هياخد 4 سنين. طب هو كان في موضوع تاني كده عايزين نمشي خطوة بخطوة ويوم بيوم؟ ايه ده الرغي؟ رغي ايه؟ هو انا فتحت بقي؟ انا اتكلمت؟ خلص. طب ممكن تديني فرصة احكي لك؟ بس مش عايزين نستعجل خالص، ومش عايزين نحس ان احنا تحت اي ضغط من اي نوع. اتفضلي. بس انا كنت عند الدكتور النهارده. ما تتخضش، المره دي دكتور نسا. حبيبتي اتأخرتي ليه؟ تعالي يا ماما. ما اتأخرتش بقى، حسن مستعجل عايز يحدد ميعاد الفرحه.